أربعة قرارات لشيخ الأزهر عقب نقل السفارة الأمريكية للقدس. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أربعة قرارات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، وجاءت كالآتي: القرار الأول، دعوة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف للانعقاد لجلسة طارئة لبحث تبعات الأمر. القرار الثاني، دعا مجلس حكماء المسلمين لاجتماع طارئ. القرار الثالث، عقد مؤتمر عالمي عاجل حول القدس بمشاركة كبار العلماء في العالم الإسلامي ورجال الدين المسيحي والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، وذلك لبحث اتخاذ خطوات عملية تدعم صمود الفلسطينيين وتبطل شرعية هذا القرار المرفوض الذي يمس حقهم الثابت في أرضهم ومقدساتهم. القرار الرابع، أن تكون خطبة الجمعة المقبلة في الجامع الأزهر عن القدس الشريف وهويته العربية، كما وجه وزير الأوقاف بأن تكون الخطبة عن نفس الموضوع في جميع مساجد مصر، وحث العرب جميعا على الوقوف صفا واحدا ضد كل الدعوات والمحاولات التي من شأنها تغيير هوية القدس العربية أو سلب حق أصيل من حقوق العرب. والآن عزيزي المشاهد، ما رأيك في قرار الرئيس الأمريكي بإعلان القدس الشريف عاصمة لإسرائيل؟ شاركنا التعليق من فضلك. شكرا لكم على حسن المتابعة. عزيزي المشاهد، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.